الجديدة من مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو تقدم المذيعة اللبنانية المتعلقة لارا نبهان عرضا يتضمن أولا مستجدات الأزمة السياسية العراقية والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية مع مقتدى الصدر الذي اعتزل السياسة ولا زال متحكما بمفاصلها، ومع مرور عام كامل على الانتخابات البرلمانية العراقية في حين فشلت كل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. ثانيا مسار آخر القارب اللبنانية الغارقة في البحر والذي أطلق عليه قارب الموت الذي انطلق صباح 20 سبتمبر من ميناء المنيا في طرابلس شمال لبنان في قارب كان على متنه 150 مهاجرا من جنسيات اللبنانية وسورية وفلسطينية، وهو لا يتسع إلا إلى 40 شخصا متجها إلى جزيرة قبرص اليونانية ومن بعدها إلى اليونان برا أو جوا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الرحلة أبحرت إلى 46 كيلومترا فقط حيث غرق القارب في جزيرة رواد السورية. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة العراقية والمبادرة المطروحة للنقاش وكذلك عن مسار قارب الموت الذي غرق وعلى 250 مهاجرا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا شاهدوا الفيديو حتى النهاية. لا تنسوا الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. تحياتي. ضيفنا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف على شاشة الحدث. بداية يعني في محاولات من الدكتور حيدر العبادي لتوافقات جديدة، ولكن فعليا سبقتها محاولات عديدة من الدكتور العبادي لم تنجح. ما الجديد الآن؟ المشاركة بحسب تصريحات أوكرانية. يأتي تصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزءا من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة في الشمال الشرقي في هجوم مضاد بدأ في 24 فبراير. هذا وحذرت الرئاسة الروسية من أن أي استهداف لإقليم دونباس والأراضي التي تسيطر عليها روسيا بعد استفتاءات الضم ستكون بمثابة اعتداء على روسيا. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن كل السياقات الدستورية المتعلقة بضم دونباس والأراضي المحررة سيتم اتخاذها سريعا في حال جاءت نتيجة الاستفتاءات إيجابية. نناقش إذن تطورات الاستفتاء. خير لكما، أهلا بكما معنا في الأخبار الليلة. أستاذة يلينا، ما هي تداعيات حدوث هكذا استفتاء لا سيما بعد موقف مثلا الآن جي 7 بأنه يستحيل الاعتراف بنتيجة هكذا استفتاء ويوصلهم إلى الحلم المنشود أي القارة الأوروبية؟ دعونا نستعرض مسار آخر القوارب اللبنانية الغارقة في عرض البحر. يقول المصدر السوري لحقوق الإنسان إنه في صباح 20 سبتمبر الحالي انطلقت الرحلة تحديدا من هذه المنطقة بشمال لبنان ميناء المنيا في طرابلس. ويضيف المرصد أن قاربا يتسع تقريبا لحوالي 40 شخصا كان على متنه نحو 150 مهاجرا بحسب التقديرات من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية. الوجهة كانت إلى هذه النقطة أي جزيرة قبرص اليونانية، ومن بعدها يتم التوجه إلى اليونان يخرجهم من جحيم لبنان العالق بمشاكله الاقتصادية والسياسية التي باتت لا تنتهي. على كل، دعونا نعرف التطورات الأخيرة في من ناحية وصول الجثامين من سوريا إلى لبنان، إلى جانب كذلك إذا ما كان في أي معلومات أخرى حول من تبقوا في البحر مع مراسل الحديث.